مشاهد البيوت المدمرة اللي عم نشوفها بلبنان بتخلينا نقول اللي عم بيصير منه أقل من حرب عالمية. وبحجة تدمير الإرهاب ومخازن الأسلحة عم تقصف منازل وبنايات المدنيين بهذا الشكل. احنا أول ناس جينا بعد القصف، لا عندنا هون معامل، لا عندنا نحن هون سلاح، لا عندنا شيء من اللي عم يفتش عليه هذا العدو المجرم الإرهابي. نحن عندنا بس بيوت نسكن فيها أولادنا لنعلمهم بالشتاء. الدمار كبير وشامل بجنوب والضاحية والبقاع وبعلبك وغيره. هالشي خلف مليون نازح تقريبا لحد هلأ، ومن بينهم في أكثر من 300 ألف طفل، كتار منهم ما لاقوا غير الشوارع وكورنيش البحر ليفرشوا عليه ويناموا. نزوح مأساة تضاف إلى مأساة الشعب اللبناني، وطبعا النازحين بحاجة إلى مساعدات مالية تقدر بنص مليون دولار. ومع غياب الخطط الرسمية نزلوا شباب وناشطين وأصحاب صفحات متابعة على السوشيال ميديا وعملوا من أول يوم حملات لمساعدة النازحين. ورغم كل الخلافات والانقسامات اللبنانية الداخلية التفوا حول بعض وكانوا إيد واحدة. ويمكن هيدي أهم رسالة منوجهها لعدو مستشرس بيقتل بيدمر بيهجر ليركع شعبنا ويقصمه ويسهل على حاله مهمة السيطرة عليه. أنا هيدا رأيي، وبالآخر خبروا الناس شو رأيكم؟